يسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة كويتة عاصمة الغرب. كيف ما كنشاهدوا معنا متابعين الافاضل هذه جولة صباحية بمدينة كويتة بشوارع مدينة كويتة. ومرحبا بكل التحق بنا. صباح الخير للملكة وسعد الصباح ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا. بالنسبة للجو بمدينة كويتة فالجو حار وايضا كيف ما كنشاهدوا معنا كاينة شميسة الحمد لله. احنا الان في احد الشوارع بوسط مدينة القنيطرة. كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الافاضل. زين كيف ما كتلاحظوا غادي هاد الصباح بغيت نشارك معكم واحد المكان اللي هو غيديروا فيه مهرجان ديال الفراوله اللي غيدار اول مره في مدينه كويتيرا واللي غيكون اكبر مهرجان. غادي نشارك معكم هاد الصباح والاجواء كيفاش ديال الاستعدادات ديال هاد المهرجان اللي غيكون ان شاء الله. صباح الخير السي رشيد. صباح الخير اد 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 اس ما عرفناهاش يعني ديال اس. صباح الخير عليك. كذلك صباح الخير عبد الكريم. صباح النور الله يسعد الصباح. كذلك صباح الخير ابو مبشور عز الدين. صباح النور الله يسعد الصباح. مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا في هذا الصباح. صباح الخير عليكم ويوم سعيد للجميع ان شاء الله. الله يسمعكم خبر الخير باذن الله سبحانه وتعالى في هذه نهايه الاسبوع ان شاء الله. إذن كيف ما كتلاحظوا معايا واحد المكان اللي هو الساحة الإدارية اللي غادي تشوفوا فيه كيفاش السيدات ديال المهرجان اللي غيكون في مدينة القنيطرة. إن شاء الله غيكون شهر اليوم 5 شهر 6 ديال الأيام المقبلة إن شاء الله. هاتلو بالضبط 7 أيام. إذا بمعنى أن الأحد إن شاء الله المقبل غيكون الافتتاح ديالو بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا متابعين الأفاضل كيف ما كتلاحظوا معنا شكرا امل بارك الله فيك ومرحبا بك معنا. نتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الافاضل متابعين قناه شفت في قناه الشعب. هذا هو المكان اللي سي احمد مرحبا بك معنا. كذلك عبد الغني صباح الخير جلال. كذلك صباح الخير مرحبا بك معنا ومرحبا بالناس ديال الناظور. شكرا وتحيه للعيون الصحراء المغربيه. راه كاين السي احمد كاين جوج عيون، كاين عيون ديال الصحراء المغربيه وكاين عيون ديال وجده هنا هي فيهم. إذن هذا هو المكان اللي يكون فيه هذا المهرجان. اعتذر، هذا هو المكان اللي يكون فيه المهرجان اللي كيف ما كتلاحظوا معنا راه السيدات بدات كيقوموا بها. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح واللي غيكون اكبر مهرجان واللي غتعيشوا مدينه ساكنه مدينه القنيطرة والنواحي ديالها يوم 5 يبدا يوم 5 شهر 6. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شفتي في قناه الشعب. الان كيف ما كتلاحظوا بدات السيدات ديال هذا المهرجان ديال الفراوله.
ايضا يكون بعض يكون فيه حتى السهرات الليليه اللي غتكون في هذا المكان هذا. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا، مرحبا بالسي عبد الغني، مرحبا بك وتحيه لك متبادله، ومرحبا بالجاليه المغربيه مقيمه بالديار اسبانيا، والله يجيبكم على خير وهو الصيف ان شاء الله قرب. وهذه مناسبه كنقولها لجميع الجاليه المغربيه، الله يجيبها على خير والصحه والسلامه وكل ما كتمنى ان شاء الله يحقق لها ربي. اذا كيف ما كتلاحظوا كنتمنى السي عبد الغني ان شاء الله تجي في هاد الايام باش تشوفوا هذا المهرجان، وحتى خصوصا خصوصا الجاليه المغربيه اللي مقيمه ب عفوا الجاليه المغربيه اللي مقيمه بالديار الاوروبيه اللي ساكنه في قنيطره او اللي عندها عائله في قنيطره. فكنتمنى ان نجي نزور هذا المعرض او عفوا هذا المهرجان اللي غيدار ديال فراوره اللي غيكون ويكونوا في سهره ليليه في هذا المكان. ديال كيف ما كتلاحظوا معنا، حنا الان كنتواجدوا بالساحه الاداريه اللي ملقبه بالساحه البلديه. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متبعين الافاضل، اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، معكم في هذه الجوله الصباحيه. وحنا الان كنتواجدوا بالساحه الاداريه كيف ما كتلاحظوا اللي غيدار فيها مهرجان ديال فراوره، واللي غيكون اول مره في هذا المهرجان ديال في مدينه القنيطره. اذا كيف ما كتشاهدوا غيكون اكبر مهرجان واللي تعيشوا هذه الساحه الاداريه. محمد مرحبا بك معنا، وكذلك ام فاتي صباح الخير لاله، ومرحبا بكم مرحبا بفاتي معنا، كذلك محمد صالح مرحبا بك معنا سيدي في هذا البث المباشر. مرحبا بكل المتابعين اللي تحكوا بنا في هذا الصباح، صباح الخير عليكم ويوم سعيد. وايضا ميد امارتي مرحبا بك معنا ايضا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا هذا هو المكان اللي غيكون فيه المهرجان. اذا كيف ما كتلاحظوا كيف ما كتلاحظوا معنا المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، هذا هو المكان اللي غيكون فيه ان شاء الله كما كتلاحظوا معنا المتابعين الافاضل المتابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. غيكون من هنايا حتى فين شتو في الاخر ديالو تما غادي يكون هذا المهرجان. على ما اعتقد وعلى حسب ما قالوا غيكون من هنايا المدخل الرئيسي ديال هاد المهرجان، من هنا يكون من هاد المكان هذا اللي كتشاهدوا معنا فيه المتابعين الافاضل. اذا ما بقى لي الا نقول لكم متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب،
صباحكم مبروك ويوم سعيد للجميع ان شاء الله، ونهايه اسبوع موفقه. الله يسمعكم اخبار الخير. وكذلك هذه مناسبه للتلاميذ اللي ان شاء الله مقبلين على الامتحانات، كنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح وكل ما كيتمناو يا رب يحقق لهم. وان شاء الله يكون هذا الموسم ديال 2022 2023 ان شاء الله يكون لهم بالخير، وان شاء الله يكونوا فيه نقاط جيده. وكنتمنوا جميع التلاميذ من طنجة للقويرة انهم ان شاء الله ينجحوا ويفرحوا الوالدين ديالهم ويفرحوا كذلك التلاميذ. اذا يوم سعيد للجميع، وان شاء الله نتلاقاو في لايف اخر في بث اخر ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم على المتابعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا.